ده كان زمان قوي في السبعينات، وكانوا بيسموه الكلاكسفول نتورك. احنا ماشيين بمبدا اسمه الكلاكسفول. يعني ايه كلاكسفول؟ يعني ملتزمين بالكلاس، لا اما كلاس A لا اما كلاس B لا اما كلاس C. تصور الباشمهندس رضا رايح يشتري نتورك، هو عنده شبكه في الشغل عنده فيها كام جهاز؟ 20 جهاز. فالراجل قال له اقل حاجه عندك كلاس C، لا تاخد عندك شبكه كلاس C ده 254 جهاز، لا ما تاخدش. يا عم انا عندي 20 بقيت شبكه يترمي، لا هتاخدهم كده. كان ده زمان صح؟ كانت اقل شبكه عندنا كلاس كام؟ كلاس سي. كلاس سي عدد الاجهزه اللي فيه 2 اس 8 ناقص 2 254 جهاز. يا عم الشبكه عندك فيها 20 جهاز. يا عم عايز علبه الدواء، هي تاخد كرتونه ما تاخدش. فكان الموضوع ده بيهدر كميه ايباد رهيبه. كان الواحد بياخد الشبكه يستخدم منها اللي عايز يستخدمه، وبقيه الايباد وقع. فلو ان الاي بي كده هيخلص، لان عدد الايباد فيرجن 4 على العالم بحاله 2 اس 32، يعني 4 مليار وشويه. 4 مليار وشويه. فكان سنه 70 ما حدش عنده جهاز كمبيوتر، انما دلوقتي عندك بي سي ومعاك الموبايل ومعاك الفلاشه بتاعه فودافون في جيبك، كل الكلام ده ايه؟ واخد اي بي. فانت لوحدك عايز بتاع 4 5 ايباد. تمام كده؟ فالايبادات اللي في العالم بتخلص. الحل ايه؟ قاموا عاملين نظام جديد بقى في الاي بي اسمه الكلاسلس. هو ده اللي هنشوفه دلوقتي. ما عادش في حاجه اسمها كلاس. بقى عندنا في حاجه اسمها كلاسلس او البريفكس. بص بقى يا بتاع الشبكات. ها؟ تعال بقى نشوف الكلاسلس او الايه؟ البريفكس. ها؟ شوف بقى هنشرح اهو. يعني ايه كلمه بريفكس؟ لما اجي اكتب لك الاي بي هكتبه لك كده. بص 192 168 1 0 سلاش 24. السلاش دي معناها بريفكس. او ايه البريفكس؟ اللي هو عدد النتورك بت في الاي بي ده. عدد ايه يا جماعه؟ النتورك بت في الاي بي. يعني لما اقول لك 24 يا عم باسم، الاي بي كله على بعضه بطوله كام؟ 32. لما اقول لك 24 للنتورك يبقى 32 ناقص 24 فاضل لك 8 للهوست. حد عنده اعتراض؟ ها؟ عايز اسمع اعتراض ده على الموضوع ده. ها؟ حد عنده مشكله؟ يبقى انا عندي لما اقول لك السلاش 24 معناها ان اول 24 بت من الشمال نتورك. يبقى الجزء اللي فاضل لك اللي انا ما قلتوش ليك او قلت لك ليه ضمنيا المفروض تكون عارفه كام؟ 8 للهوست. طب هستفيد ايه من الجزء ده بقى؟ يا نهار ابيض، هستفيد كل حاجه. انت هتجيب لي كل حاجه. هجيب بقى اول اي بي في الشبكه واخر اي بي في الشبكه وعدد الاجهزه والبرودكاست وصمت ماسك. طب تيجي نجرب؟ تيجي نجرب شوف انا بجيبهم ازاي؟ تعال نجرب. لما اقول ان انا عندي 192 168 ها واحد، انا بسجل ولا ما بسجلش؟ بسجل ها واحد زيرو سلاش 24. 24 معناه ان انا عندي 24 بت للنتورك 8 بت للهوست. حلو حلو. تعريف السبنت ماسك كان ايه؟ حط الجزء بتاع النتورك ما بلاش على اكتر من كده كده مفيش. مفيش طبعا استحالة اكسترا مفيش اعلى 230 لان هو طوله 32 لسه بقى يا عم هو بيتكلم على فور بس ماشي يلا ها يلا يا شباب الراجل مجتهد يا عم وبيذاكر ها مش واخد واخدها قبل كده بس قواعد بيزك بس طيب هناخد بقى هناخد بس الحاجات هنا ادواص بس بس احنا بنبدا بقى من تحت كده عشان ايه زمايلنا كلنا بنقدم خلاين مع بعض ان شاء الله ايه؟ بالظبط كده يعني هنظبط المستويات ونطلع كلنا هو بس السمستر الاولاني يعني بدليهم كده البارت الاولاني البارت الثاني هيتشعلقوا على الحيطه ان شاء الله
تمام، واول خمس محاضرات بس سيبهم بيدلعوا كده. ها تمام. 24 بقى يعني 24 بت للنتورك. ها وال8 التانيين ايه؟ هوست. يعني انا لما اجي اجيب السبنت ماسك اعمل ايه؟ تعريف، حط الجزء بتاع النتورك بحايد، حط الجزء بتاع الهوست بصفار. يا ابني ما تشغل في ان سي فصلت ليه؟ ها كونكت بقى. ايوه عايز واحد ثلاثة اللي هيفصل من منهم كلهم كل شويه كده، فالحقوا على طول كونكت. ماشي يلا يلا يا شباب. ها 24 بت للنتورك يعني كام؟ يعني 8 وحايد اهو، يعني دوت 8 وحايد، دوت 8 وحايد، يا نهار ابيض، دوت ايه في الاخر 8 تصفار. مش دول ال 24 بت بتوع النتورك؟ 8 وحايد بكام؟ طب كمان 8 وحايد؟ حلو، ادي جبنا السبوت ماسك. حلو الكلام؟ طب عايز اجيب البرودكاست. قال لك روح للجزء بتاع الهوست وحطه بواحد. يا ابن البرودكاست النتورك ما جيش يميته اهي. ال 24 بتوع النتورك ما جيش يميته. وبعدين 8 وحايد اهو. مش ده الجزء بتاع الهوست؟ وحايد، يبقى اديني كام؟ واحد 168 192. يبقى ده الجزء بتاع النتورك، وده السبنت ماسك، وده البرودكاست. طب عايز اجيب عدد الاجهزه في الشبكه دي، هو كام بت للهوست؟ يبقى 2 اس 8 ناقص كام؟ 254 جهاز. طب اول جهاز في الشبكه كام؟ اول اي بي ده الشبكه اهي. طب واخر اي بي؟ صح. ده اول مكنه عندك في الجهاز، وده اخر مكنه عندك في الشبكه. ده لسه هغير لك اهو بقى يا معلم. ده الستاندر، انا ماشيك براحه اهو. البس بقى، البس بقى، البس بقى اهو. 168 1 0 سلاس 26. جالك شبكه معموله سلاس 26. يا نهار ابيض 26 يا عم، دي ما خدناش في الكلاس يا عم. ايه 26 بقى؟ 26 معناها ان انت عندك 26 بت للنتورك و6 بت للهوست. صح؟ تمام، هو ده المفهوم اهو، لان كله على بعضه كام؟ 32. طب انا عايز اجيب السبنت ماسك، حط الجزء بتاع النتورك بوحايد. مش هو قال لي كده السبنت ماسك؟ حط نتورك بوحايد وحط الهوست بزيرو. 26 واحد يعني كام؟ يعني 8 وحايد دوت 8 وحايد دوت 8 وحايد دوت وحيدين، وبعدين كام صفر؟ صح؟ ادى الست اصفار بتوع البرودكاست اهو، وادى الوحيدين بتوع النتورك. 8 وحايد ينطق كام؟ دوت كام بقى؟ الواحد دي تحت ال 128، والواحد دي تحت ال 64، مش ماشيه كده 1 2 4 8 16 32. يبقى المفروض دلوقتي نطلع الاله الحاسبه ونحسب، و 64 يديني كام؟ 192. يا راجل يا طيب، انت راجل بتاع نتورك، هتقعد بقى تحسب على ايديك ورجليك قدام الناس اللي بتسالك؟ ما ينفعش. في جدول عندنا تحفظه للسبنت ماسك، حفظته، الموضوع بتاع الاي بي ده بالنسبه لك ما عادش هياخد منك وقت. ايه الجدول؟ لما يكون في جدول عندنا للسبنت ماسك اهو، اهو ده جدول اسمه السبنت ماسك. ايه الجدول ده؟ قال لك لما يكون في عندك بت واحد بس يديك 128. طب لو عندي 2 بت يبقى 128 و64 زي ما جبنا من شويه. طب لو عندك 3 بت تزود كام؟ 64 192 128 64 32 يديني كام؟ طب لو عندك 4 بت يديني كام؟ طب لو عندك 5 بت يديني كام؟ زود ال 8. لو عندك 6 بت
داود الأربعة اللي قبله. طب لو عندك سبعة بت، طب لو عندك تمانية بت وحايد، بص يا عم مش انت لو عندك بت واحد يبقى البت اللي هو بتاع 128؟ طب لو عندك اتنين بت يبقى 128 و64 بدل ما اقعد اجمعهم قدام الراجل احفظهم 192. طب لو عندي 3 بت يبقى 128 و64 32. ها لو عندي 128 64 32 ها 128 الله يكرمك. ايوه بقى كده. ها ازود عليهم كام؟ 4. ازود عليهم كام؟ 2. ازود عليهم كام؟ 1. الجدول ده نحفظه زي ما هو كده، حفظته تعرف تجيب الصمت ماسك بتاع اي حاجه في الدنيا. ازاي يا معلم؟ اهو قلت لك سلاش الموضوع سلاش 27. 27 تبقى منها 8 8 8 8 كده 24. 3 8 24 فاضل لك كام؟ 8 وحايد لسه واخدينها بكام؟ 8 وحايد 8 وحايد. طب 3 وحايد يا معلم اهي 224. خلاص لو انت حافظها هتقوم رازع ال 224 وتسكت، مفيش وقت ان احنا نقعد نحسب. طب عندي قلت لك سلاش 17 اللي هي كام؟ 8 و8 16 و1 0 صح؟ 8 وحايد بكام؟ طب كمان 8 وحايد؟ طب 1 0 اهو. الواحد لما بيبقى بواحد بيديك 128. حلو تمام. 2 لو انا جبت لك قلت لك مثلا سلاش 15 قول. لا مش 8 0 0 8 وحايد بكام؟ طب 7 وحايد جد ايه يا عم؟ 7 وحايد ما هي 7 وحايد عندك ايه؟ تمن وحايد اللي بعديه. اي صبنة ماسك في اي حتة حفظت الجدول ده بالنسبة لك الصبنة ماسك بقى اي كلام. انا لسه هحط النتورك بوحايد والغصب بصفر، لسه هقعد العب في الباينري واقعد احسب وبتاع. يا عم لخص تمام. طيب لو انا مثلا قلت لك سلاش 25، يا سلام مش مزعلك يا عم، يبقى 8 8 8 1 ها اهو. طب لو قلت لك سلاش ها 30 8 8 8 كده 24 فاضل لك كام؟ 6 ها ها 200 كام؟ 252 اهي 252. المرة الجاية اللي مش هيجي حافظ الجدول ده هيدفع فلوس تمام؟ اهو حلو الكلام؟ ده الصبنة ماسك بتاع أي شبكة. يعني لو عاجبك الطريقة دي تجيب بها الصبنة ماسك شغال، مش عاجبك الطريقة دي وعايز ترجع للباينري شغال. شرحنا الطريقتين أهو. يبقى لما يديني مثال زي ده اهو 192 168 1 0 سلاش 26، عايز اجيب الصبنة ماسك بتاعه 8 8 8 2 هيبقى 255 صبنة ماسك 255 255 192. ده بسميه ايه يا شباب؟ الصبنة ماسك. طب عايز اجيب البرودكاست. البرودكاست تعريفه ان احط الجزء بتاع الهوست وحايد صح؟ طب الجزء بتاع الهوست فين يا عم رضا؟ كان الجزء ده كان 6 و26 صح؟ كان 6 وايه؟ المفروض احط 6 وحايد من اليمين، يعني المفروض اوزع كده 192 دوت 168 دوت الواحد. الصفر ده وزعه الاول ها؟ صفر 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 صفر، واجي على اخر 6 بتات واخليهم بايه؟ بواحد. اهو يقرا معاك كام الثمانيه دول؟ تقرا معاك يقرا معاك كام؟ 63. تاني
انا عندي ست وحايد من اليمين بواحد فوزعها باينر المفروض واجي على اخر ست بالتلاتة خلوهم بكام؟ وحايد فدي 63 يا عم وانا لسه هقعد اعمل كده قدام الراجل هي الطريقه دي اللي مكتوبه في الكتاب طب الطريقه بقى اللي اجيبها بعينيا ايه؟ ما نجيب من الاخر الطريقه اللي انت تجيبها بعينيك عايز تجيب البرودكاست بعينيك تعمل ايه يا معلم؟ بص كده مش انت عندك الصابنة ماسك قدامك اهو اهو اللي هو كام اللي هو 255 قول الله يكرمك اطرح الصابنة ماسك ده من 4255 وانت واقف كده بسرعة اطرح الصابنة ماسك من ده هيديك زيرو 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 63 اجمع ده على رقم الشبكة هيديك البرودكاست ولا باينري ولا بتاع ولا بطيخ يا نهار ابيض ده لو اجدح شبكه في الدنيا اعرف اجيب الصبنة من الجدول واجيب البرودكاست من الجدول فاضل ايه بقى يا شباب يبقى اجيب الصبنة ماسك يا جماعه واطرحه من 4255 واجمع الناتج اللي هيطلع على مين على النتورك اي دي الزيرو 192 كام 192 ال 168 وزيرو كام 168 الواحد وزيرو كام واحد الزيرو 63 كام 63 صح الكلام بس يا سيدي بقى عند الشبكة اهي اهي انا جبت لك في الامتحان 192 168 واحد زيرو سلاس 26 اللي عمله ها اللي عمله رضا ايه جاب الاول الصبنة ماسك اللي هو 8 8 8 6 صح الكلام كده ولا 2 2 2 8 8 8 3 8 24 2 100 ايه بالظبط 255 ضرب 255 ضرب 255 192 وطرح الناتج ده اهو ده الصبنة خلاص ده الصبنة ماسك اهو ده الصبنة ماسك اهو طرح اللي طلع ده من كام؟ من 255 اهو فطلع له ده جمع ده على رقم الشبكة اللي فوق خالص النتورك اي دي اللي فوق خالص طلع له ايه؟ البرودكاست يا نهار ابيض طب ما حاجه لذيذه اهي طب اول اي بي في الشبكه كام؟ اللي بعد ده بواحد اللي هو 192 168 واحد واحد طب اخر اي بي في الشبكه اللي قبل ده بواحد 62 63 ده برودكاست ناخد مثال تاني ناخد مثال تاني وتالت ورابع وخامس حلو ها عايز تشغل الجمجمه بقى ها يلا الكلام ده مش شغال عايز ايه؟ الكلام ده مش شغال الجمجمه اه ها 192 168 1 0 بس المره دي سلاش 28 اعملها عندك في ورقتك كده لا يا راجل يا طيب يا راجل يا طيب ده انا قايل لك 240 قبل ما اطلع من الاوضه 28 ده عباره عن كام؟ عن 8 8 8 4 مش 2 255 ضرب 255 ضرب 255 240 يبقى الناتج الطرح هيبقى كام؟ 0 0 15 يبقى البرودكاست عندي كام؟ يبقى اول اي بي عندي في الشبكه ده هيبقى كام؟ واحد واحد مش 240 من 255 ناقص 240 كام؟ 15 اجمع رقم الشبكه 15 يبقى اول جهاز عندي كام؟ اهو واخر جهاز 14 حلو الكلام؟ في مشكلة كده؟ طب ناخد واحدة أصعب منها شوية. 172 دوت 64 دوت 64 زيرو سلاش 18
عشان اجيبها 18 اللي هي كام يا عم باسم؟ اللي هي 8 8 2 0. 8 بكام؟ 255. 8 بكام؟ 2 0. ده السبنت. طب علشان اجيب البرودكاست اعمل ايه؟ اطرح ده 255، اطرح ده 255، اطرح ده 265، اطرح ده 255. مش انا بطرح من 4 5 255؟ يبقى 255 ناقص 55 0، 255 ناقص 55 0، 255 ناقص 63 كام؟ ناقص 192 كام؟ 63. 255 ناقص 0 كام؟ 255. 172 و0 172. 64 و0 64. 63 و64 127. 0 و255 255. ده البرودكاست بتاعي. اطرح تاني قول يا باشا. انا مش كل مره اقعد اكتبها لك يا عم احمد. موجوده ايه؟ موجوده فين؟ لا لا الموجود في ماتيريال الباينري. اطرح كذا من كذا؟ ما هو اصل انا مش هاجي. طيب ماشي حاضر. ايه ما هي مكتوبه في الفيديو يا حبيبي. بص كده ما هي في الفيديو، الفيديو انا كاتبها لك لسه حالا يعني. بص كده معايا ثواني. اهو تاني كده بالراحه. انا عندي ال 172 دي مش معادله، انت عايزك تركز بقى معايا. تمام؟ انا بقول لك طريقه سهله انت لوحدك بس اللي عارفها. بالظبط يعني طريقه سهله انت لوحدك بس اللي عارفها. بدل ما تعمل باينري وانا عارف انت مش هتمشي في الباينري. 16 64 مثلا 0 سلاش 28 سلاش 18. 18 دي عباره عن ايه؟ 8 8 8 ها 8 2 2 0 صح كده؟ انا لسه مديك 8 وحيد بكام دلوقتي؟ في الحته بتاع الصابنه ماسك اهي 255 ومديك وحيدين بكام؟ ب 192 صح؟ ده حصل؟ اهو فهاجي هنا اهو اقول له 8 8 يعني 255 دوت 255 دوت 2 بكام؟ دوت 0. ده بيسموه ايه؟ السبنت ماسك. قال لك ان انت لما تطرح السبنت ماسك من 4 255 حلو يا معلم؟ ها يديك ايه؟ يديك حاجة اسمها ها الوايلد كارد ماسك اللي احنا بنطلعه الفرق ده اسمه ايه؟ اسمه الوايلد كارد ماسك اللي هو مقلوب السبنت ماسك. يعني ايه مقلوبه؟ يعني لما تطرح السبنت ماسك من 4 255 يديك رقم اسمه وايلد كارد ماسك. اجمع الرقم ده اهو على الاي دي بتاع الشبكة يديك ايه يا معلم؟ البرودكاست. هو ده اللي انا بعمله يا عم باسم. يبقى تاني اجيب السبنت ماسك اطرحه من 4 255 يديني حاجه هنستخدمها بعد كده اسمها الوايلد كارد ماسك. اجمع الوايلد كارد ماسك على رقم الشبكه يديك البرودكاست بتاعك. طبعا الفيديو موضح الكلام ده، بس النهارده بالليل كده تعمل نفسك ايه؟ بتاع كوبايه كبيره كده قهوه كده. طب وليه ما نخليها جمعه بعد الصلاه؟ حد ايه يا عم؟ طب ما زالك يا عم عشان تعرف تراجع المحاضره دي يعني ما تضرب اسبوع فاضي ونايم. والله مش هينفع، اصل انا مش هينفع باجي لي القاهره بقى. انا في جامعه النيل يوم الاحد والاربع. تيجي لي الاحد والاربع جامعه النيل؟ جامعه النيل اكتوبر. اخدوا معايا حد واربع؟ ما انا بقول لك ابنون في سيبها. لا ده بعيد يا عم مش بعيد. لا 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 طيب يلا 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 يا شباب ها ناخد المثال تاني. ناخد المثال تاني خلاص. احنا كتبنا قوانيننا بقى 192 168 1 ها 0
سلاش 29. عايزين نحل المثال ده. هنقول 29 دي عباره عن ايه؟ 8 8 8 5. 8 وحيد بكام يا ولاء؟ 255. كمان 8 وحيد، كمان 8 وحيد، طب كمان 5 وحيد على ما تحفظوهم لحد بكره 248. الفرق بينهم كام؟ 255 ناقص 255 من 255 من 255 يبقى البرودكاست بتاع الشبكه دي كام؟ اهو الله 1 7. يا سلام، مكناش بنعرف نجيب الحاجات دي الاول، باينري ومش باينري. طب عاوز اول اي بي في الشبكه دي يبقى كام؟ اهو 1 1. اخر اي بي في الشبكه دي كام؟ 29 تبقى مش 8 و8 16 و8 24. 24 من 29 كام؟ 5. صح كده؟ 3 في 8 24 تمام؟ صح كده؟ اخر اي بي هيبقى كام؟ 1 كام؟ 6. طيب ناخد مثال بقى وانتوا تحلوه بقى. ها 10 دوت ثمانية دوت زيرو دوت زيرو سلاش 13. هلا عايز اول اي بي واخر اي بي والسبنت ماسك والبرودكاست. غير اهو 13 عبارة عن كام؟ عبارة عن كام يا مصطفى؟ عبارة عن 8 8 ها 8 8 5 ايوه ها 0 0 8 وحيد. طب 5 وحيد من الجدول اللي ورايا 0 0. ده يا معلم السبنت ماسك. البرودكاست يبقى ايه؟ يبقى 0 ها 0 دوت 7 دوت 255. يبقى الشبكه يبقى كام؟ 10 15 255. ده البرودكاست بتاعي وده النتورك اي دي. صح الكلام؟ مثال تاني مثال تاني. هو اول جهاز المفروض يبقى 1 1 صح؟ لا اول جهاز كام؟ اول جهاز كام؟ يا نهار ابيض ها يا نهار ابيض. هنا 1 وهنا 1. يا عم اول جهاز كام؟ ها يا عم اول جهاز 10 10 8 شبكه اهي 0 1 واخر جهاز 10 15 255 254. اللي قبل ده بواحد، انا بطرح من اليمين واحد واول جهاز بزود على اليمين واحد. مش ده عنده برودكاست؟ انت عارفين هتبقى ماشي ازاي؟ 8 0 1 8 0 2 8 0 3 لحد 8 0 255 كده خلصت الزيرو. يبقى 8 1 0 8 1 1 8 1 2 8 1 3 لحد ما اوصل ل 8 255 255 كده خلصت 8. اقلب على مين؟ 9 0 0 9 0 1 2 لحد 9 0 255 خلصت الزيرو ده. 9 1 0 9 1 2 9 1 3 لحد ما اوصل ل 9 255 255 هتلاقيني ماشي لحد ايه؟ ما اوصل لكام؟ 15 255 دوت 254. الجهاز اللي بعد ده مين؟ برودكاست يا معلم. حلو؟ طيب الشبكه اللي بعديها نقول 172 16 دوت 128 دوت 0 سلاش 20. بص يا سيدي 240 عباره عن كام؟ عن 8 كمان 8 هنا كمان 4 هنا كمان 0 هنا. 8 وحيد هنا كام؟ طب كمان كمان وحيد. طب كمان 4 وحيد 0. يبقى الوايلد كارد مصر كام؟ 0 0 دوت 255 ايوه كده. يبقى البرودكاست كام؟ ها 100 كام؟ 143 دوت 255. ده البرودكاست، ده السبنت ماسك. ايه يا عم بقى؟ في ايه يا عم؟
الاسئله فيها ايه يا عم؟ اول اي بي بكام؟ 172 16 128 1. اخر اي بي 172 16 143 254. ناقص 255 ناقص 1 اهو. يبقى اول اي بي عندي هيبقى 172 16 128 1. اخر اي بي هيبقى 172 16 143 254. ده اول اي بي وده اخر اي بي. حلوه اللعبه دي؟ في حد عنده مشكله فيها؟ حد عنده مشكله فيها؟ طيب ناخد البريك بتاعنا تمام، بريك 3 ساعه كده تاخدوه ونرجع نصلي، انا اصلي العصر بس ونرجع ان شاء الله.